شارك سعادة السيد سمير عبد الله الناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية في انطلاق فعاليات القمة العربية الفرنسية للغرف التجارية بالعاصمة باريس والتي تقام هذا العام تحت رعاية الرئيس الفرنسي. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن العالم العربي يشهد رؤى تنموية تحولية على شتى المستويات بما يدعو لصياغة سياسات معززة للعلاقات الاقتصادية العربية مع بقية دول العالم قائمة على تكافؤ فرص الاستثمار عبر استغلال الكفاءات البشرية والموارد الطبيعية العربية. وخلال القمة التي حملت عنوان شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات، قال ناس إن تنامي الروابط الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال العربية ونظيرتها الفرنسية أسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات، منوها بما يوليه اتحاد الغرف العربية نحو تطوير العلاقات المشتركة مع قطاع الأعمال الفرنسي والدفع بها نحو تنمية آليات التعاون المشترك في القطاعات التجارية والصناعية والمالية والسياحية والزراعية بما يتلائم مع المتغيرات العالمية المستجدة. مؤتمر القمة الاقتصادي العربي الفرنسي طبعا يعقد لأول مرة في تاريخ الغرفة الفرنسية العربية، وطبعا هذه الغرفة تنبثق من اتحاد الغرف العربية، والهدف منها طبعا توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول العربية بشكل أكبر، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع فرنسا، وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في الدول العربية. الهدف من هذه القمة هو الجمع بين جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص، ولدينا مشاركة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الفرنسية الكبيرة أيضا التي تتواجد فعليا في المنطقة. والهدف بالنسبة لي في مجلس التنمية الاقتصادية هو تسهيل عمل هذه الشركات للدخول إلى النظام البيئي المحلي وإيجاد أسواق أو شركاء محليين من أجل التمكن من التطور في سوق البحرين. هذه القمة فرصة للعمل على توظيف العلاقة التاريخية بين فرنسا والدول العربية لصالح الجميع، لأن هناك فرص مهمة في كلا الاتجاهين. جميع الدول العربية لديها استراتيجيات مستقبلية. طبعا الاجتماع اليوم بيكون قيمة إضافية لها لزوجة البحرين، وطبعا بيكون الاستفادة، لأن مثل ما يعني كلكم عارفين في هذا الاجتماع حضر عدد كبير من أصحاب الأعمال وكذلك من السفراء ومن الشخصيات المميزة اللي بيكون هدفها لجذب فرص الاستثمار وتفعيلها. نحن بحاجة أن نتواصل الدول العربية مع فرنسا في دعم الاقتصاد العربي وفتح المجالات الاقتصادية. في البحرين هناك منشآت رعاية صحية ممتازة ورغبة حقيقية في أن يكونون إلى جانب المريض لتقديم أفضل رعاية ممكنة له، وهذا أيضا طموح فرنسي وأولوية لدى أجهزة الصحة الفرنسية.